بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه الناس قولنا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها السادة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أما بعد، في الحقيقة في كل موسم رمضاني نسمع بعناوين كثيرة لمبادرات ولمحاضرات ولبرامج ولخطب من برية، ربما نسمع عنوان كيف نستقبل رمضان، نسمع بعنوان رمضان شهر التغيير، نسمع بعنوان رمضان شهر الانتصارات. وتمر بنا الأعوام وتمر بنا السنون، فهل أحسننا استقبال رمضان؟ وهل كان رمضان حقا شهرا للتغيير؟ وهل أصبح رمضان في أيامنا وقروننا الأخيرة وعقودنا الأخيرة شهرا للانتصارات؟ ربما يكون الجواب المؤسف أننا لم نستطع أن نحسن استقبال هذا الشهر، بدليل أننا لم نتغير، بدليل أن انتصارات لم تعد حليفة لنا. لماذا أصبحت هذه العناوين مكررة ومستهلكة وليس لها وجود على أرض الواقع؟ لماذا؟ أرى والله أعلم أن السبب في ذلك يعود إلى أمرين، وأنا أسمي هذين الأمرين مطرقتين تطرقان رؤوس المسلمين لتحول بين المسلم وبين شهره، لتحول بين المسلم وبين أن يحسن استقبال شهره، لتحول بين المسلم وبين أن يكون شهر رمضان بالنسبة إليه تغييرا، لتحول بين المسلم وبين انتصاره، بين الأمة المسلمة وبين وجودها وبين ذاتيتها وبين ظهورها بين الأمم. ما هاتان المطرقتان؟ المطرقة الأولى في تقديري هي مطرقة الخطاب الديني التقليدي الرهباني في رمضان، والمطرقة الثانية هي مطرقة الإعلام العربي الرمضاني. هاتان المطرقتان تحولان بين العبد وشهره، تحولان بين المسلم وبين رمضانه في كل عام. المطرقة الأولى وهي مطرقة الخطاب الديني الرمضاني التقليدي الرهباني، وأعني بذلك أن جل الخطابات الدينية من خطب، من دروس، من برامج، من مبادرات في رمضان تركز على الجانب الشعائري فحسب، ليستغلها البعض ولتستغلها بعض الجهات في تكريس فكرة أن الإسلام رهبنة، مع أنه لا رهبانية في الإسلام. تجد أن معظم الأحاديث تتكلم عن أدلة وجوب الصيام، أحكام الصيام، مبطلات الصيام، المفطرات، الكفارات، هذا في الجانب الفقهي. في الجانب الروحاني تجد التركيز على أجر الصائم، إن في الجنة بابا لا يدخله إلا الصائمون يقال له باب الريان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن في العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا جميل، لكن هذا يتركز في الجانب الشعائري، التركيز عليه وحده سيعطي انطباعا عن الإسلام كله بأنه رهبنة. كل هذا جميل، لكن هذا ليس كل شيء. حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رهط وقالوا أو سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، أي شعروا أنها قليلة، فقام أحدهم وقال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، فقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فلما سمع بحديثهم النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما وإني
أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الآخر وهو حديث المفلس الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتدرون من المفلس؟ فتبادر إلى الأذهان الجواب الطبيعي للإفلاس، الجواب الاقتصادي: من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال: لا، بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي بأركان الإسلام كلها، يأتي بالشعائر كلها، لكن يأتي وقد ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالرهبنة وحدها لا تكفي، لا رهبانية في الإسلام. فالخطاب الديني الرمضاني الرهباني يحول بين العبد وبين ربه، يحول بين العبد وبين شهره. الخطاب الديني في رمضان ينبغي أن يتطرق إلى الشعائر، وينبغي أن يتطرق إلى الأبعاد التعاملية والاقتصادية والاجتماعية في شهر الله، في شهر رمضان، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث فيه البعد التعاملي خلال شهر رمضان، وهذا البعد التعاملي يدخل في الجوانب الاجتماعية، ويدخل في الجوانب الاقتصادية، ويدخل في الجوانب السياسية أيضا. فلماذا يغفل عن هذا الحديث وأمثاله؟ لماذا تعرض مثل هذه الأحاديث بشكل سريع وعلى استحياء في شهر رمضان، ويكون التركيز على أجر الصائم وعلى قيام الصائم وعلى صيام الصائم؟ لا، ينبغي أن ينظر إلى الجانب الآخر، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. مرة يذكر بها نفسه، ومرة يذكر بها من تقاتل معه. ماذا يعني إني صائم؟ إني صائم أي إني ملتزم بالشعيرة، إني صائم إني متأدب بأداب الشعيرة، إني صائم سأحفظ هذه الشعيرة اجتماعيا، إني صائم سأحفظ هذه الشعيرة قيميا وأخلاقيا، إني صائم أريد أن أحفظ المجتمع، لأن المجتمع إذا رآني وأنا أشتم وأنا أسب وأنا صائم فإن هذا منظر يؤدي إلى اختلالات ربما في المجتمع، وهكذا. فالخطاب الديني التقليدي الرمضاني الرهباني يحول بين الإنسان وشهره، يكرس فكرة الشعائرية فقط، سيصبح الإنسان ناظرا إلى رمضان مجرد صيام وقيام وبعض الصدقات وانتهينا، ثم إذا انتهى رمضان انتهى معه كل شيء. فيكون من الطبيعي ربما عند البعض أن يتاجر في متجره ويحلف بالله كذبا ويغش في بضاعته، ثم مساء وليلا يذهب إلى صلاة القيام ويصلي 28 أو فيظن أنه بذلك أدى رمضان على أكمل وجه. الحمد لله، صمنا وقمنا وأدينا زكاة الفطر، وربما فعلا هو صام وقام وأدى زكاة الفطر، لكنه خلال الشهر كله كان غاشا، كان كاذبا، كان ناظرا إلى الحرام، كان. فالخطاب الديني التقليدي التخديري الرهباني يحول بين المسلم وشهره، فلا يحسن استقبال شهره بهذا المفهوم، ولن يغيره هذا المفهوم، ولن تنتصر أمة فهمت شهرها بهذا المفهوم. الأمر الثاني والمطرقة الثانية هي مطرقة الإعلام العربي الرمضاني، وهي مطرقة تغزو ديار المسلمين، لتغزو قيمهم ولتزيف حقائق واقعهم وماضيهم وتاريخهم. ينفق العرب والمسلمون على المسلسلات وعلى الأعمال الفنية في رمضان ما لا ينفقونه طوال العام، يجعلون كل التركيز على الأعمال الرمضانية، ترقبون في رمضان، انتظرون في رمضان. نسبة الفجور التي تعرض من حيث الأخلاق، من حيث اللباس، من حيث التعري، نسبة لا تراها طوال السنة، ثم بعد ذلك تزوير للحقائق، تزوير للوقائع، تزوير للتاريخ، يغرس كله في عقول الأبناء وفي عقول بيوتنا، فكل بيت مسلم فيه تلك الشاشات التي تغزوها تلك الأعمال وتلك المسلسلات الإعلامية الرمضانية بين قوسين. فحينما يقع المسلم بين مطرقتين
مطرقة خطاب ديني رهباني ومطرقة إعلام عربي رمضاني حتماً لن يحسن استقبال شهره، ولن يغيره شهره، ولن يحقق فيه انتصارات. دائماً ما نتكلم عن انتصارات حدثت في رمضان، لكنها انتصارات تبقى انتصارات تاريخية. حينما تنظر إلى أرض الواقع ترى انتصاراتنا في الوقائع انتصارات جزئية. ففي القرن الأخير، في 100 سنة الأخيرة، انتصارات المسلمين جزئية. نتكلم عن معركة الكرامة، نتكلم عن حرب رمضان 73، نتكلم عن انتصارات المسلمين في غزة، لكنها انتصارات جزئية وليست انتصارات كلية. إذا أردت أن تتحدث عن انتصارات كلية مفصلية حدثت في رمضان، تتحدث عن غزوة بدر مثلا، تتحدث عن فتح مكة مثلا، تتحدث عن حطين، عن القادسية، عن عين جالوت وما إلى ذلك. هذه انتصارات كلية مفصلية غيرت مجرى التاريخ، بقيت انتصارات تاريخية. ولكن إذا نظرت إلى أرض الواقع، انظر إلى رمضاننا في هذا العام، في اليوم الذي خرج فيه المسلمون من أجل أن يتحروا هلال شهر رمضان في 15 من شهر أيار، في هذا الوقت نخرج ونصعد على أسطح منازلنا لنترقب الهلال. في هذا الوقت يحتفل الصهاينة بالذكرى 70 لإقامة دولتهم، وفرحتهم هنالك فرحتان: فرحة بالذكرى 70 لإقامة الدولة، وفرحة بالاعتراف الدولي بالقدس عاصمة لها. في الوقت الذي نصعد فيه لنتحرى الهلال لنقول للناس: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهم للصهاينة أيضا فرحتان في هذا العام: فرحة الذكرى 70 وفرحة الذكرى وفرحة الاعتراف الدولي بالقدس عاصمة لهذا الكيان. لذا حينما ننظر إلى شهر رمضان وإلى رمضانات متعاقبة ونقول: كيف نستقبل رمضان، ورمضان شهر التغيير، ورمضان شهر الانتصارات، ولا نرى لهذه العناوين البراقة المستهلكة المكررة أي أثر على أرض الواقع، ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نراجع حساباتنا، وأن نعلم أن رمضان لنحسن استقباله وليغير فينا شيئا وليكون شهر انتصارات، لن يكون ذلك كله حتى تتحقق سنة الله، وهي حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يعيننا على التغيير، وأن يهيئ لنا أسباب النصر، وأن يجعلنا أمة عاملة من أجل أن تحقق النصر. إنه نعم المولى ونعم المجيب. تقبل الله طاعاتكم، تقبل الله منكم الصيام، تقبل الله منكم القيام، جعل الله عز وجل هذا الشهر فعلا شهر بركات وتغييرات. إنه نعم المولى ونعم المجيب، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.